أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن مملكة البحرين تشهد نهضة عمرانية وتقدما تنمويا يعكس حراكا وعملا حكوميا دؤوبا، لم تبطئ التحديات قط من عزيمته على الإنجاز، بل زادته إصرارا على تذليلها لتحقيق المزيد. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم عددا من أفراد العائلة الملكة الكريمة. وخلال اللقاء نوه سموه بأهمية الفعاليات والأنشطة التي تعزز الحركة الثقافية والفنية وأهمية استمرارها لصداها الإيجابي على الواقع الفني والثقافي في المملكة، ومنها معرض الفن التشكيلي الذي بات تقليدا سنويا يحظى بكل الدعم والرعاية لما يعكسه استمراريته على الواقع الثقافي المتطور. من جانب آخر، فقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على ما توليه الحكومة من أهمية للتراث الوطني ودعمه، لأنه يحكي مراحل التحديث التي عاشتها المملكة إلى أن وصلت إلى ما هي عليه اليوم من تقدم وريادة في مختلف المجالات، منوها سموه بأهمية الاعتناء بالتاريخ الوطني المشرف وتدوينه كونه يسطر حضارة وطن وأمجاد شعب، لافتا سموه إلى أن الجيل الحالي من حقه أن يطلع على الأساس الذي استندت عليه ما وصلت إليه بلاده اليوم من نهضة وازدهار، ليكون عندهم الحافز والباعث لحمل لواء البذل والعطاء وإكمال ما بدأه سلفهم من بناء وتنمية.